أول مرة فتت تفاجأت إنه هاي أول مرة بخبرها الخبرية إنه النواب بدخنوا بهودي الأوض. ما بعرف إذا حدا لاحظ، طلعت عند الرئيس بري وقلت له رئيسنا هيدا القانون 174 بيقول إنه ممنوع الدخان بالأماكن المغلقة، وهول النواب اللي هن قروا هيدا القانون عم بخلفوا. شو قال لك الرئيس بري؟ قال لي هلأ رح ابعت شرطة المجلس تشيل كل المنافذ وممنوع بقى الدخان جوا. استجاب لطلبك دغري. كيفك انت والرئيس بري؟ هيها هي اللي طلبته منها ودغري اعطاني اياها. رح تستفيدي من خبرته السياسية لانه هو انسان ذكي، يعني ما حدا يتفلسف ويقول انه الرئيس بري ما عنده خبرة طويلة. اكيد هو بحد ذاته مدرسة. ان شاء الله اقدر استفيد منها.